نروح دلوقتي لزميلتنا سالة حامد من صالة 2 باستاد القاهرة الدولي، ومعاها الحقيقة لقاء هام مع 2 من يعني أبطالنا النهاردة، وهم محمد وائل عبد اللطيف طبعاً الحائز على أفضل لاعب في المباراة وأيضاً أفضل لاعب في البطولة، وأيضاً يوسف وليد بس جول كيبر أو أفضل حارس مرمى، وهو الحارس مرمى منتخبنا للشباب. تفضل يا سالة. من جديد برحب بيك زميلتي مريم وبتاكيد ضيوفك الكرام والكابتنة طبعا الكبار في الاستوديو بكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. مليون مبروك طبعا زميلتي مريم، ببارك لك وبارك لكل جماهير النادي الاهلي والجماهير المصريه. فوز منتخبنا طبعا الوطني بالمركز الاول، اصحاب المركز الاول في بطوله استادات الدوليه لكره اليد في نسختها الاولى، وطبعا المقامه على صاله 2 في استاد القاهره الدولي. وزي ما انت قلتي معي 2 من النجوم منتخبنا الوطني طبعا اللي حصلوا النهارده على كمان جوائز فرديه، احسن لاعب في البطوله واحسن لاعب في المباراه طبعا كابتن محمد وائل. كابتن محمد طبعا في البدايه برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، وطبعا عايز ابارك لك ما شاء الله الله اكبر يعني البطوله النهارده وكمان جايزتين كمان احسن لاعب في المباراه واحسن لاعب في البطوله. طبعا بشكركم جدا، الحمد لله على البطوله الاول قبل الجوائز الفرديه، دي حاجات لا تحتسب. احنا هدفنا الاول ان احنا جايين بنختبر نفسنا في بطوله وديه زي دي، بنشوف مستوانا، ولا في دماغي طبعا ان انا اخد احسن لاعب ولا احسن رجل في المباراه، بس طبعا بشكر ربنا وبشكر زمايلي والفرقه، كلنا عملنا اللي علينا طبعا الحمد لله، وشكرا للجهاز الفني وشكرا ليكم. طبعا محمد عايز اسالك برضو على البطوله، شايف البطوله طبعا زي تجربه جديده بالنسبه لكم وتجربه كمان قويه، بطوله استادات الدوليه لكره اليد، شايف البطوله النهارده طبعا ازاي، وشايف كمان يعني ادائكم النهارده، يمكن شفنا مباراه كانت صعبه كمان كان في كامباك ليكم، فشايف المباراه النهارده ازاي وشايف البطوله ازاي؟ طبعا هي البطوله دي اول مره يتعمل لنا بطوله وديه في مصر، كل البطولات بتبقى بره طبعا، فدي اول بطوله حاجه مشرفه طبعا وجميله يعني، والتنظيم على اعلى مستوى بجد يعني، احنا يعني اتبسطنا بالبطوله دي وحاجه مفيده لينا، وبنتمنى البطولات تبقى اكتر عشان نستفاد والكل يستفاد. وبالنسبه للماتش يعني احنا صعدنا شويه على نفسنا في الاول، بس الحمد لله قدرنا نرجع ودي طبيعتنا يعني. طبعا يا كابتن محمد وببارك لك تاني، الف مبروك على الجايزتين وعلى البطوله النهارده، ميسي. شكرا ليك، شكرا جدا.